نمرة 2، الحق في التعليم بمفهومه الواسع اللي بيضم التلقين المعلومات، اللي بيضم ايضا التربية، التعليم الواسع اللي هي التربية والتعليم كنا زمان نسميها المعارف، اللي بيضم التدريب ايضا على 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 على, على الاشغال، على الاشغال. يبقى اذا في حق الوجود هيتجلى فيه الاجهاض وحرمته، هيتجلى في الرعاية الصحية في الصحة كلها مع الولد لغاية ما يكبر، هيتجلى في البعد عن اماكن الخطر، عدم الدخول في الحرب، ما نستعملش الاطفال في الحرب زي العيال الارهابية دلوقتي ما بيعملوا. يبقى ده وقول بقى كتير هنا في الحتة دي. ونمرة 2، الحق في التعليم بمفهومه الواسع اللي هو التربية، اللي هو يسموه في الانجليزية education. education دي مش learning، ما هياش التعليم بمعنى التعليم، لا ده education دي عملية تربوية يدخل فيها القيم ويدخل فيها المعلومات ويدخل فيها الملكات. صحيح، مكون سلوكي وجداني معرفي.